النهاردة إن شاء الله إحنا بنقدم لكم فكرة مشروع لشاب مصري حاول ويفكر وعمل فكرة في مشروع تجارة الجملة. الفكرة بسيطة جدا، أنت ممكن تبدأ ب6000 جنيه، وطبعا ال6000 جنيه هنا متقسمين لحاجتين اتنين، ده اللي إن شاء الله هنعرفه النهاردة مع بعض لما هنعمل الحوار بعد شوية مع صاحب المشروع الشاب المصري زين المصري، واللي هيشرح كل التفاصيل الخاصة بمشروع الجملة وازاي انك تكسب من خلال 6000 جنيه دي في اليوم ما يقارب من يعني بالنسبة كبداية 400 جنيه او 500 جنيه او اكتر. هنعرف مع بعض ازاي الفكرة دي عملها وماشي ازاي بيها، وهيشرحها عن نفسه، لان هو يا جماعة المشروع بدأ بيها معاه بمرحلتين، المرحلة الاولى وبعدين اللي هو فيها حاليا المرحلة التانية. هنعرف كل التفاصيل السلام ان شاء عليكم. الله. النهارده ان شاء الله معانا فكره مشروع جميل جدا، تقدر او تقدروا تبداوا ب 6000 جنيه. فكره مشروع زي ما شفنا كده البدايه اللي بداناها بالفيديو في الاول، انت لو معاك 6000 جنيه تقدر تبدا فكره مشروع بسيطه ان شاء الله. هو المشروع عباره عن تجاره في الجمله، ومعانا طبعا صاحب المشروع او صاحب الفكره اللي بداها ب 6000 جنيه، هيتكلم معانا ويقول لنا هو بدا ازاي بالرقم ده وعمل ايه بالتحديد. يا جماعه يعني اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. ده طبعا انت ممكن بمبلغ بسيط زي كده، هو الفكره كلها انك تبدا ب 1000 جنيه كبضاعه، لكن هنعرف تفاصيل 6000 جنيه ازاي دلوقتي مع احمد زين، هو صاحب المشروع صاحب الفكره اللي بداها ووصل للمرحله الثانيه منها. هنعرف عليها المرحله الاولى والمرحله الثانيه دلوقتي مع المشروع بعض. نفسه ومن ارض الواقع بمعنى صح، فاعذروا بقى على الاصوات الخارجيه دي، يعني احنا في الواقع نفسه. يعني دلوقتي معانا زين المصري اللي هو صاحب المشروع، هنتكلم معاه ونعرف بدأ ازاي وعمل ازاي، ويعني ايه 1000 جنيه يشتغل بيها، ويعني ايه 5000 جنيه او 6000 جنيه. عنوان الفيديو هيتكلم بكل التفاصيل ان شاء الله. استاذ احمد اهلا بيك. اهلا وسهلا. عاوزين نعرف بس نعرف الساده المشاهدين ازاي يبدأ المشروع زي ما انت هو يعني ب 6000 جنيه، وانت الفكره جات لك منين الاول؟ الفكره جات لك منين؟ الفكره جات لي من ابن خالتي، كان عامل المشروع ده، هو كان جايب شغال في 9 انواع، الشيبسي والزجزاج والكراتيهات والكلام ده هو، ومعاه تروسيكلات ومعاه الناس بتلف ده وكده، قلت اعمل في المشروع ده. ففكرت اعمل المشروع ازاي وانت معكش راس مال، فجبت سالت على التروسيكلات، تقدمته 5000 جنيه. طبعا ما صرفت في ال 5000 جنيه وحطيتهم تقديمه للتروسيكل، ومعايا 1000 جنيه تاني ابتديت اجيب بيه بضاعه. 1000 جنيه تجيب بيها بضاعة، يعني أول حاجة تروسيكل عشان توزع بيه عشان بضاعة. أوزع بيه، وده لوحده مشروع، ده طب هيفتح هو لك سكك كتير. طب هو ال 1000 جنيه هيجيب لك إيه يا أستاذ أحمد؟ ممكن تفهمني أكتر؟ أنا محضر لك ورقة حلوة إزاي تبدأ المشروع. تمام. هتجيب 30 كرتون شيبسي. تمام. 10 عائلي 5 جنيه و10 ب 2 جنيه و10 ب 3 جنيه. 30 كرتون شيبسي 10 عائلي و10 بينو و10 ب 2 جنيه. و5 ونص. طب ممكن ناخد فكره باسعار بعد اذنك؟ ماشي. هتجيب الشيبسي من جمله الجمله. الشيبسي من جمله الجمله. الكرتون الشيبسي العائلي ب 42 ونص. ده في العائلي، الاسعار دي حصريه دلوقتي. في العائلي. في العائلي ب 42 ونص. تمام. طبعا انت كل ما فلوسك ما تكتر كل ما الايه السعر بينزل. تمام، يعني قصدك لما تاخد العدد اكتر يعني. تاخد كتير. دلوقتي انت بتلعب دلوقتي على مين؟ على جملة الجملة، ما تروحش لواحد بتاع جملة وتقول أنا عايز آخد من عندك، مش هتكسب فيها حاجة. لازم تروح لواحد بتاع جملة الجملة، ولو عايزين عناوينهم قولوا لي وأنا هجيب لك عناوينهم. تمام، يعني ممكن برضو احنا الناس المشاهدين لو طلبوا عناوين الأماكن ممكن نساعدهم بيها. أيوه، مش هنبخل على حد. يعني يا جماعة في مبدأ المساعدة إن شاء الله اللي حابب يبدأ المشروع ده إن شاء الله مع بعض إن شاء الله. تمام. هتجيب الويندوز ابو 2 جنيه ب 18 ونص. الكرتون 18 ونص. ب 18 ونص. تمام. والشيبس ابو 3 ب 29 ونص. تمام. خدت بالك؟ والويندوز ب 18 ونص. تمام. طبعا في تجاره التوكيلات والكلام ده هينزل لك ب 17، وينزل لك ب 17 ونص، وينزل لك ب 18، حسب ما تعرف انت ايه ورزقك. طب انت هنا ال 1000 جنيه هجيب بيها قد ايه من كل حاجه؟ هجيب 30 هجيب 10 عائلي و10 ب 2 جنيه و10 ب 3 جنيه. يعني كلهم 30 كرتونه يعملوا 1000 جنيه؟ وخمسه ويندوز كده عاملين 997 ونص. 35 كرتونه دي هي التشكيله دي، العائله والويندوز وابو 2 جنيه وابو جنيه. تمام. يعملوا 1000 997 ونص؟ اه. ويوزعهم بعد كده؟ يوزعهم، هيطلع طلعه واحده بس. الطلعه دي حوالي قد ايه؟ هي اقل حاجه ساعه. ساعه اقل حاجه؟ بيوزع خلال ساعه؟ هتطلع في ساعه بالظبط تكون الحاجات دي خلصانه منك، الحاجات دي انا جايب لك الحاجات المحروقه في السوق. المحروقه بمعنى ايه؟ رحت يعني هتروح عند اي بقال هيقول لك نزلني.
يعني ياخد منك كرتونه، ياخد منك اتنين، في واحد ممكن يقول لك اخد منك 10، واحد يقول لك خمسه، ممكن هتجيبهم، وبعد ما تجيبهم هتطلع بيهم تلف، هتلف بس على طبعا بتلف على محلات اللي هي التجزئه بقى زي السوبر ماركت، محلات البقاله، كلام من ده، لو بيع المنتجات دي هتطلع تبيعهم. طب ال1000 يعملوا معاك ربح قد ايه؟ في الشيبسيهات، الشيبسيهات ما فيهاش مكسب كتير، بس فيها ايه بقى؟ ان اللي هو البقال عرفك. انت بتفتح سوق يعني. انا عرفتك يا بوب. طب اديني رقم، سيب لازم تاخد منه رقم تليفونك، اهم حاجه تعمل داتا لنفسك. تمام. خدت بالك ان انت بتاع شيبسي، هو الشيبسي ده مش موجود يعني. وكمان ممكن تساله تقول له انت عاوز ايه تاني، منتج تاني، عشان خاطر النقله اللي بعدها. ايوه تقول له تحتاج ايه. طبعا النقله اللي، طبعا النقله ديت هم 1000 جنيه سليم. عامله ربح كام؟ الشيبسي مكسبه ضعيف بس بيتحرق في السوق بسرعه. تمام. هيعملوا معاك 37 جنيه ونص مكسب. ده في ساعه. ده في ساعه واحده. طبعا ما تستقلش بالساعه. بالمبلغ بالمكسب. بس هتكسب زي اللي ممكن يروح يجيب تاني وتالت. هياخد الفلوس بعد ما يبيعهم. يطلع فين بقى؟ النقله التانيه بقى هيغير. تمام. هيخش في انواع بقى ايه؟ الكيكات بقى الايه المحروقه في السوق زي اللي هو ده كده 1000 جنيه تانيه هيشتري بيها، او باع النقله الاولى يروح يجيب، يروح يجيب حاجه تانيه، منتجات تانيه هيجيب. بعد النقله دي هتطلع على نفس التاني. هيجيب ايه بقى؟ هيجيب بقى ايه؟ الهوهوز والتونجز تمام، توينجز ولمباده ومال. أيوة. ممكن اسعار طيب والعدد قد ايه؟ طيب تبسيط ال1000 جنيه يعني معنى صح؟ تبسيط ال1000 الثانيه ده في نفس اليوم بعديها بساعه. يعني هو باع اول نقله وراح يجيب ثاني، هيروح يجيب حاجه ثانيه بقى، منتجات ثانيه بقى. هيجيب مثلا كرتونه التوينجز، الكرتونه واقفه هتبقى واقفه عليك 228 جنيه. الكرتونه فيها دي، الكرتونه فيها كام علبه؟ فيها 12 علبه ب 228 جنيه. سليم. هتروح تجيبها، هتجيبها من جمله الجمله، عشان لو جبتها تجزئه او واحد بتاع جمله عادي هيديلك اغلى من كده، هيديلك 31.5. تمام. انت كده هتخسر معاك، لازم تجيبها من جمله الجمله. تمام. وهتجيب واحده هوز، واحده اهلاوي، واحده مال. دول يعملوا معاك كام بقى؟ 1000 جنيه؟ دول يعملوا معاك، هيعملوا معاك 1000 جنيه. مكسبهم قد ايه؟ مكسبهم 70 جنيه. يعني النقله الثانيه 70. ومحروقه، حاجات محروقه، هتخش على اي حد يقول لك هات منها. وبرده يسال المحل برده عاوز ايه ثاني برده؟ هيقول لك برده عايز ايه ثاني. يعني كده هو عمل في نقلتين في ساعتين، حوالي ساعتين، حوالي 100 وشويه. ده كده اخد ال1000 جنيه استثمرها وراح جاب تاني وراح باع تاني. ده كله في نقطه بقى يا جماعه من كلام استاذ احمد برضو هنا، انت طبعا كده بتستثمر 1000 جنيه، انت مثلا معاك بقى 3، معاك 4، معاك 5، ممكن تجيب مثلا بال 5000 دي بضاعه وتبقى نقله واحده وتكسب مثلا 600-700 جنيه في نقله واحده. فاحنا بنتكلم يا جماعه في اقل امكانيه او اقل ميزانيه ممكن تستثمرها على مراحل، يعني النقله والثانيه والثالثه في اليوم. لكن انت لو انت معاك اكتر ممكن تجيب بسته، بخمسه، باربعه، بسبعه، بيبقى المبلغ مختلف، المكسب مختلف طبعا. معاك استاذ احمد. طبعا هتدور على البنزين بالنسبه للتوريسيكل. ظروفه ايه؟ بنزين والزيت والحاجات دي كده. طيب. لازم ندرسها من كل الاحوال يعني. انت لو راجل انت يعني شغال حرق جامد، خدت بالك؟ سبعة ايام بالظبط هتلاقي ايه محتاج انك انت تفوت. سبعة ايام محتاج انك تفوت، ده لو بتحرق كتير. لو بتحرق بضاعه كتير يعني. لكن انت بقى لو عندك شغلانه ثانيه وشغال بعد الدور على التوريسيكل ولا حاجه، على خفيف شويه. يخمط 10 ايام بالنسبه للبنزين. بالنسبه للبنزين. طب والزيت؟ الزيت بيتغير كل اسبوعين، حتى لو راجل قال لك لا ده كل اسبوع، قول له ما فيش الكلام ده. كل اسبوعين. بكام بقى الزيت؟ الزيت فيه ب60 وفيه ب70. يعني انت بتتكلم مثلا كل 10 ايام 80 جنيه بنزين، وكل 15 يوم 80 جنيه زيت. يا جماعه هناخد الموضوع بكل الجوانب بتاعته، بكل الجوانب بتاعته، في انك بتشتغل ب 1000 جنيه استثماري وبتروح تجيب تاني وترجع تشتغل. كان بقول لك مثلا لو انت هتجيب 4 او 5000 الموضوع هيفرق معاك مطلقا. طيب تحب تنصح الناس بايه في الموضوع ده لو بداته؟ عشان تبدا المشروع ده اوعى تطلع كرتونه او علبه اكل. اكل بمعنى يعني مش ثوري؟ يعني بق فلوس. تمام. تقع في السوق على طول. حتى لو معاك مليون جنيه هتطلع اقل حاجه هتلاقي 300,000 جنيه في السوق. يبقى انت وقعت وقعت وقعه جامده. كرتونه واحده ب 10 جنيه ما تطلعش. تمام. موضوعنا النهارده ازاي تبدا مشروعك بمشروع ب 6,000 جنيه. زي ما زين المصري فسرها، اللي هو صاحب المشروع، زي ما جبنا الصوره في البدايه والفيديو بدايه الفيديو. لو في اي استفسارات، في اي تعليق، سيبوا لنا تحت الفيديو. لو في جماعه اي بقى استفسارات، اي تعليقات بخصوص الموضوع ده، اللي عاوز احنا زين المصري يساعده، عاوز يعرف مكان الجمله فين ويبيع يجيب منين ويشتغل ازاي، اي استفسارات خاصه بالموضوع حلقه النهارده سيبوا لنا في التعليقات وان شاء الله ارد عليكم. طبعا من مبدا الدال على الخير كفاعله، وطبعا اسعى يا عبد ناس معاك انك تهدى يا جماعه. ان شاء الله دي مرحله اولى للمشروع، ابدا مشروع ب 6000 جنيه. ان شاء الله انتظروا في حلقه جايه للمرحله الثانيه من نفس المشروع، هنتكلم في تفاصيل اكتر وفي اسرار اكتر باذن الله. معلش انت فضل. محتاج بعد المرحله الاولى دي هتكبر نفسك ازاي؟ يعني الحلقه الجايه هنتكلم بعنوانها هتكبر نفسك ازاي؟ احنا نسينا نقول البضاعه لما تجيبها هتشيلها فين؟
تمام. البضاعه لما كنت بجيبها بحط كنت حاطها عندي في البيت في المدخل تحت. ده انت بتخيل لما المشروع يكبر معاك ويجيب زياده بقى. يعني مثلا جبت مثلا 30 كرتونه جبتهم بالليل حضرتهم بتاع عشان اطلع بيهم الصبح. اودي فين ال 30؟ خدت بالك؟ هم في البيت عندي. احطهم في البيت عندي ال 30 مؤقتا عشان اطلع الصبح. عشان اطلع بيهم الصبح. تمام. بعد كده المرحله الثانيه بقى ازاي تكبر نفسك، ازاي تبدا هتمسك قرش. دي خلينا بقى في الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله بقى الحلقه الجايه مع مرحله ثانيه ازاي تكبر نفسك وتفاصيل اكتر عن الموضوع باذن الله. وان شاء الله الى اللقاء في حلقه في جزء ثاني من نفس الموضوع ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.